Hello everybody, how are you? اهلا بكم من جديد متابعين قناة نشوى الانجليزية. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معادنا النهاردة ان شاء الله مع ابطال اولى ابتدائي ومنهج كونكت. هنكمل يونت 11 الوحدة 11، الدرسين الثاني والثالث. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح فيديوهاتنا ومناهجنا، اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو مع تفعيل الجرس على الكل، وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من ابطال اولى ابتدائي ومتابعي منهج كونكت. نبدأ. بسم الله. الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن فونكس. يعني فونكس يعني صوتيات، صوتيات حرف الام وصوتيات حرف الدبليو. ام ما 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 زي خريطة، يعني ماب، خريطة يعني ماب، ام اي بي ماب، خريطة ماب. مون مون قمر يعني مون، قمر يعني مون، ام دبل او ام. ماما يعني مام، ماما يعني مام. خريطة ماب، قمر مون، ماما مام. طب بالنسبة للفونكس، صوتيات حرف الدبليو بننطقه و و و زي عاصف، خدناه قبل كده، يعني ويندي ويندي، عاصف يعني ويندي، عاصف يعني ويندي. شباك ويندو، شباك ويندو، شباك ويندو. ساعة يد يعني واتش، ساعة يد يعني واتش، ساعة يد يعني واتش. أما الدرس الثالث بيتكلم عن colors. colors يعني ألوان، ألوان يعني colors، ألوان يعني colors. هناخد برتقالي يعني orange، برتقالي يعني orange، برتقالي يعني أورنج. محدش ينطقها أورانج، غلط. البرتقالي لون البرتقالي يعني أورنج، 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 برتقالي يعني أورنج. بنفسجي يعني بيربل، بنفسجي يعني بيربل، بنفسجي يعني بيربل. أزرق بلو، أزرق بلو، أزرق بلو. أخضر جرين، أخضر جرين. أصفر يلو، أصفر يعني يلو. أحمر يعني ريد، أحمر يعني ريد. وهناخد كمان فعل اسمه يصنع يعني ميك، يصنع يعني ميك. هعيد تاني، قلنا ألوان يعني colors، ألوان يعني colors. برتقالي أورنج بيربل، بنفسجي بيربل، أزرق بلو، أخضر جرين، أصفر يعني يلو، أحمر ريد، ويصنع يعني ميك، يصنع يعني ميك، M A K E make. درس الألوان ده درس دمه خفيف خالص، بيتكلم عن mixing colors. mixing colors يعني مزج الألوان، يعني لما نحط مثلا لون أحمر على لون أصفر بيدينا لون orange. طب احنا هنعملها ازاي؟ هنقول red and yellow، make 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 ايه make orange، يعني لما احط اللون الاحمر على اللون الاصفر بيعملوا لون orange. طب لما اجي اعمل بقى سؤال يخص مزج الالوان، هيبقى السؤال بالشكل ده. what's اللي هي what is، what معناه ما او ماذا. what's red and yellow، what's red and yellow، يعني ما اللون اللي هيطلع من مزج الاحمر والاصفر مع بعض، بيقول make orange. السؤال الثاني، what's what's يعني ماذا او ما. what's yellow and blue، ما مزج اللون الاصفر مع اللون الازرق. ها ميك ايه، الاصفر والازرق ما نمزجهم مع بعض بيطلعوا لون تاني اسمه اخضر يعني green، اخضر يعني green. طيب what's red and blue، what's red and blue يعني ما مزج، ما هو مزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق بيطلع لون purple، يعني purple يعني بنفسجي. يبقى
الدرس بتاع ميكسينج كولرز، مزج الالوان، ان انت بتحط لونين على بعض بيطلعوا لون ثالث. وبنستخدم السؤال ده، سؤال بادئ بوات. وات يعني ما او ماذا، وات يعني معناه ما او ماذا. ريبيت افتر مي سنة اولى، اقول ورايا. ملون يعني colorful، ملون يعني colorful. كنا خدنا color يعني لون، حط لها اف يو ال يبقى ملون. ملون يعني colorful، c o l o r، c o l o r f u l. ملون يعني colorful، يعني ملون يعني كثير الالوان. ملون يعني colorful colorful colorful. قوس قزح ريمبو، قوس قزح يعني ريمبو، قوس قزح يعني ريمبو. r a i n r a i n b o w r a i n b o w، قوس قزح يعني ريمبو. شمس يعني sun، شمس يعني sun، s u n sun، s u n sun. سماء يعني sky، سماء يعني sky، سماء يعني sky، s k y sky، s k y sky. سحابة، السحابة اللي بتبقى في السماء، سحابة يعني cloud، سحابة يعني cloud cloud cloud، c l o u d، l o u d، c l o u d، سحابة يعني cloud cloud. وعندي كمان مطر يعني rain، مطر يعني rain rain r a i n rain. يبقى colorful ملون، rainbow قوس قزح، sun شمس، sky سماء، cloud سحابة، rain rain مطر يعني rain. زي ما عودتكم قناة نشوة للإنجليزية ان بعد شرح الدرس بنحل عليه براكتس صغير، والبراكتس بتاع النهاردة من كتاب الباهر. اسأل باللسن and try it the missing letter، يعني استمع واكتب الحرف الناقص. عندي لون أصفر يعني، سمع حد شاطر بيقول أصفر يعني يلو. طب الحرف الناقص هنا حرف ال. طب مطر يعني rain، مطر يعني rain، حرف الآي هو اللي ناقص. أحمر يعني رد، أحمر يعني رد، حرف الآر هو اللي ناقص. وعندي سحابة cloud cloud، حرف السي. أزرق blue، أزرق blue blue، حرف البي، بي فور بوك. عندي قوس قزح يعني rainbow، قوس قزح يعني rainbow، حرف البي، بي فور بوك. شمس يعني sun، شمس يعني sun، s u n sun، يبقى حرف ال n. اخضر يعني green، اخضر يعني green، g r double e n، يبقى حرف ال r هو اللي ناقص. السؤال الثاني look listen circle، يعني انظر واستمع وضع دائره. الكلمه الاولانيه بنقراها يعني blue blue، طبعا كنا عارفين بلو يعني لون ازرق، نحط عليها هنا سيركل. sun sun شمس يعني sun، شمس يعني sun، نحط عليها سيركل. sky sky سماء يعني sky، هي دي صورة السماء، نحط عليها سيركل. red red احمر يعني red، يبقى هنحط عليها سيركل. احنا كده خلصنا شرح يونت 11 الوحدة الحداشر listen to and three الدرس الثاني والثالث. لو استفدت من شرح النهاردة او الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. goodbye.